yaya kwenye tala pwentu iyon kwa mbembe manjibu. Peace. Peace means this. That's the one. لكن السلام يبقى هشاً والعنف يلف المنازل. توماس الممثل ربى أولاده على التسامح بعد أن خسر ابنه على يد المتمردين. لقد فتحوا حنجرته هكذا واقتلعوا قلبه بسكين وقطعوه قطعا وزعوها بين المقاتلين، وبحسب ما قالوا كان هذا نوعا من جرعة لزيادة قوتهم وبأسهم. لم يحاكم مرتكبو الجرائم، ضحايا مونروفيا وجلادوها يعيشون في نفس الأحياء. هذا الرجل الذي قاتل وهو عار كان يسمى الجنرال بوتنيكيد. مجموعته هي التي قتلت ابن توماس. لقد سمحته، هو واحد من القتلة الذين مزقوا أطفالنا وقتلوا نساءنا. لكنه قرر أن يعترف بأخطائه ويندم. لقد اختار مواجهة الحقيقة وقال بأنه لا يستحق العيش. الجنرال بوتنيكيد أصبح قصة إنجيلية. موهبته كقائد في الحرب وضعته في خدمة الإيمان. If you go to heaven, you can't stop him from going to hell. The devil has one interest: to tell God that he has made a mistake for replacing him with you. So he wants to make sure he stops you from accomplishing your purpose. بوتنيكيد اعترف بمئات الجرائم: أكل لحم بشري وتجنيد الأطفال للمعارك. هناك طريقة للخروج من هذا المأزق. التائب يعمل الآن لخدمة أطفال الشوارع في مونروفيا. 20,000 شاب يتعاطون المخدرات، أيتام وأطفال مقاتلون سابقون، إنهم قنابل موقوتة. أنا أستطيع القتل من أجل المال. نستطيع مخاطبة غرائزهم في هذه اللحظة الحرجة حيث ينقصهم الكثير. نستطيع استغلالهم لفعل أي شيء. هذا ما كنا نفعله في الحرب. أحياناً عندما نذهب إلى الجبهة كنا نلوح لهم بالمخدرات ونقول لهم افعلوا هذه الأشياء وسنعطيكم المخدرات. لذلك أشعر بالألم عندما أرى كل أمراء الحرب يعتقدون أن هؤلاء الشبان هم أناس مستهلكون، رغم أن الأمراء صعدوا على أكتاف هؤلاء. توماس مانجو وافق على مقابلة الجنرال بوتنيكيد. أنا واحد من ضحايا لأن مسلحيه قتلوا ابني. موعدنا عند مجرم الحرب السابق. دليلي يرطب الأجواء. لقد قرروا قتله أمام ناظري. مرة أخرى يروي توماس قصة إعدام ابنه. لم يتوقف عن الصراخ: أبي ساعدني. ومرة أخرى يسامح توماس القتلة. لنقلب الصفحة، إن انتقمت فإني سأسبب ألما لأقربائهم وأصدقائهم، هم أيضا سيسألون، وهكذا لن ننتهي أبدا. صدقوني، نفكر يوميا بكل هؤلاء الناس الذين قتلوا. أقسم لكم إنه عذاب حقيقي وبشكل يومي. Thank you, precious Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen.